كان صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر في مقدمة مودعي معالي الشيخ جابر عبد الله الجابر الصباح لدى مغادرته البلاد صباح اليوم بعد زيارة أخوية تم خلالها استعراض ما يجمع مملكة البحرين ودولة الكويت من علاقات أخوية راسخة تشهد على الدوام نموا وتطورا في المجالات المختلفة. كما كان في الوداع بالمطار عدد من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة وسفيرا البلدين.